الذي تبقى من اتفاق السويد الآن؟ وما الذي بيد الشرعية لفعله بعد تنصل الميليشيا؟ وما هي المسؤولية التي تتحملها الأمم المتحدة أمام رفض ميليشيا الحوثي للالتزام باتفاقية الانسحاب من الحديدة؟ وهل ستدفع بالعالم للضغط الآن على الميليشيا؟ أهلا بكم. مجدداً تخفق كل المحاولات في إقناع الميليشيا في الاستجابة لشروط السلام وتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وأبرز نقاطه ملف الحديدة والأسرى. كان من المفترض أن يكون اليوم 7 يناير آخر موعد لتسليم المناطق والموانئ المحددة والمشمولة بالاتفاق والانسحاب منها من قبل الميليشيا. تلاعبت ميليشيا الحوثي تارة عبر تأويل بنود الاتفاق، وتارة أخرى عبر الامتناع عن تطبيقها. بنود الاتفاق الفضفاضة فتحت الباب لتأويلات كثيرة، وبابا آخر لتلكؤها أمام التزاماتهم. والمبعوث الأممي يعود مجددا للركض خلف الفرصة الهاربة، ويحاول القفز على معطيات الفشل لإعادة الأمور إلى نصابها وتنفيذ اتفاق السويد. أتت الميليشيا الآن مكشوفة أمام المجتمع الدولي، فألحان الوقت ليتخذ العالم موقفاً من صلفها؟ أم أن الأمم المتحدة تخشى إعلان الفشل؟ وما الذي يمنع الحكومة الشرعية من اتخاذ موقف واضح وجاد أمام تنصل الميليشيا من اتفاقها؟ وفوق ذلك، هل ستعود العمليات العسكرية إلى خط الحوار الأول؟ أم أنها غادرت مربع الحديدة إلى غير رجعة؟ أخفقت مشاورات السويد إذن، أو هكذا تقول كل المؤشرات. 7 يناير كان موعد الانسحاب الكلي من ميناء الحديدة وإعادة انتشار القوات، وفي 8 يناير هو موعد تسليم القوائم النهائية لعملية تبادل الأسرى من الطرفين والتوقيع عليها، ولكن أيا من ذلك لم يحدث. رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لمحاولة منع الانهيار الكامل لاتفاق الحديدة، إلا أن فشل اتفاق الانسحاب منها بات واقعاً جراء مماطلة ميليشيا الحوثي وعدم التزامها ببنود الاتفاق أو خطة الزمن. فرغم توقف العمليات العسكرية بحسب الاتفاق، إلا أن الميليشيا لا زالت ترفض إخلاء المناطق المتفق عليها أو وقف إطلاق النار، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ 18 ديسمبر الماضي. الاتفاق الذي قضى بانسحاب الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال 14 يوماً من موعد بدء تطبيق الاتفاق، على أن يتم الانسحاب الكامل من مدينة الحديدة في المرحلة الثانية خلال 21 يوماً. عوضاً عن ذلك، استمر التصعيد العسكري للميليشيا في محيط الحديدة واستهداف المدنيين، حيث أعلن عن مقتل نحو 30 مدنياً وعسكرياً وإصابة أكثر من 250 برصاص الميليشيات منذ الإعلان، فيما بلغت خروقات الحوثيين للهدنة 374 خرقاً. كما أفشل الحوثيون فتح ممر إنساني بين الحديدة وصنعاء بعد استهدافهم شاحنات إغاثية في كيلو 16. تنفيذ المرحلة الأولى من ملف تبادل الأسرى هو الآخر لم يحظى بأي تقدم. قال هادي الهيج مسؤول ملف الأسرى لدى الحكومة الشرعية إن الفريق الحكومي قدم احتجاجاً للمبعوث الأممي مارتن جريفيث على تحفظ الحوثيين وعدم الإفادة عن 232 مختطفاً. بات من الواضح أن ميليشيا الحوثي كعهدها تسعى لتعطيل الاتفاق محتفظة بورقة السيطرة على الحديدة وتوقف العمليات العسكرية، بينما يعود جريفيث إلى مساعيه من أجل محاولة إنقاذ اتفاق السويد من الانهيار، حيث التقى وفد الشرعية في الرياض عقب زيارته صرعاء في محاولة لإقناع الأطراف بتطبيق بنود الاتفاق، لكنها مهمة مستحيلة على ما يبدو. فالشرعية ترى ضرورة انسحاب الحوثيين من موانئ ومدينة الحديدة وفق الخطة التي أعدها الجنرال باتريك كاميرت، وتطالب المجتمع الدولي والمبعوث الأممي بالضغط على الميليشيا لتنفيذ اتفاق السويد وفتح الممرات الآمنة للإغاثة الإنسانية قبل الذهاب لأي مشاورات قادمة. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الكاتب والصحفي وديع عطا هنا في الاستوديو، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ وديع. مساء الأنوار عليك وعلى المشاهدين الكرام.
إذا لو بدأت معك بسؤال الحلقة الرئيسي، ما الذي تبقى من اتفاق السويد؟ اليوم هو تقريبا يفترض موعد انسحاب الحوثيين الكلي من الميناء واستكمال المرحلة الأولى من إعادة الانتشار، لما تعثر كل ذلك برأيك؟ إجابة على السؤال الرئيسي وهو ما الذي تبقى من نتائج مشاورات السويد، أستطيع القول بأنه لم يتحقق حتى الآن حتى 10%، نقول تبقى عليه كذا وكذا، لأنه حتى الآن لا يزال الحوثيين متمسكين بتفسيرهم الخاص بما أسفرت عنه مشاورات ريمبو في السويد، ويفترض بأنه الحكومة الشرعية تضغط بشكل أكبر، يعني يجعل على الأقل عسكريا لتدفع الحوثيين للقبول بأقل الخيارات، على الأقل فيما يتعلق بالجانب الإنساني، التبادل. حتى الآن التبادل لا يزال متعثر، لأنهم حتى الآن لم يقدموا إجابة أو تفسيرا حول يعني عدم الرد أو التبرير مثلا على 232 اسم من تم الرفض بهم أيضا في كشوفات الشرعية، من بينهم محمد قحطان أيضا للأسف. كذلك المراوحة في الحديدة، لا تزال حتى الآن الحوثيين متمسكين بأن يقحموا أيضا كشوفات عسكرية ومدنية من الموظفين الذين استحدثوهم أيضا منذ بعد الانقلاب، وحاولوا حتى يعني في مغالطة واضحة أيضا لأبناء المحافظة بأنهم يوطنوا بعض الحوثيين المتحوثين الذين قدموا من محافظات أخرى أيضا، على أساس أنهم من سكان الحديدة وعلى أساس أنهم ممن يستحقون يعني مسألة استلام المناصب الإدارية والعسكرية في مدينة الحديدة والمحافظة بشكل عام، تنفيذا لما نص عليه الاتفاق. نعم، إذن كونك متابع لملف الحديدة أستاذ وديع، ما الذي تم في الحديدة منذ قدوم الفريق الأممي برئاسة باتريك؟ حتى الآن أستطيع أن أقول بأنها يعني اجتماعات عقيمة وحوار طرشان كما يقال، الحوثيين مصممين جدا، أنا على تواصل مع ناس يحضروا هذه الاجتماعات ويقولون بأنه لا يزال الحوثيين متمسكين بجانب التعنت وأيضا يفسرون الماء بالماء. حتى الآن ليس هناك من جديد يمكن البناء عليه، وحتى الآن لم يقدموا مثلا خطوات يمكن البناء عليها في الثقة بأنه ممكن يقدموا حلولا. الحوثيون بالنسبة لأبناء المحافظة وبالنسبة لمن يفاوضهم أيضا وفيهم ابن المحافظة العميد أحمد الكوكباني أيضا، يريدون أن يخدعوا الجميع بأن الميليشيا المسلحة التي قدمت وسيطرت على محافظة الحديدة لها الأولوية في أن تدير المحافظة التي سيطرت عليها بقوات السلاح، والتي اضطرت محافظها الشرعي حينها صخر الوجيب أن يقدم استقالته بعد أن فرضوا عليه قوائم أيضا تزيد عن 4000 يريدوا أن يجندوهم في قوامهم العسكري حينها، وأن يفرضوا أيضا بعض المراقبين الإداريين والمشرفين الذين يسمونهم أيضا مشرفين في بعض المؤسسات الإيرادية والإدارية في محافظة الحديدة ومدينة الحديدة. الحوثيين حتى الآن يريدون أن يغالطوا أيضا العالم ممثلا بباتريك الذي كشف أيضا كذبتهم. معلوماتي المؤكدة أيضا تقول بأنهم في جلسة قبل يومين أو 3 أيام اعترفوا بخطأ المسرحية التي شهدها العالم كله، وكان إعلامهم بدأ يحتفل بها بأنه تم المبادلة والتسليم أيضا، تسليم الميناء إلى القوات المحلية، اعترفوا بأن هذا خطأ وأنه سيعاد من ذلك، لكن قالوا بأنه سيتم بناء على ضوابط معينة، لم يعلنوا ما هي الضوابط، لكن الضوابط واضحة أيضا بأنه وفقا لما نصت عليه مشاورات السويد بأن ميناء الحديدة والحديدة بشكل عام سيستلمها يعني السلطات اليمنية الإدارية وفقا للقانون اليمني. نعم. فإذا ما يعني أسقطنا كلمة القانون اليمني فإن الحوثيين أصلا جاءوا وأسقطوا الدولة وأسقطوا القانون وأسقطوا كل شيء، وبالتالي فإن القانون يقتضي بأن تعود يعني السلطة الإدارية أو الطاقم الإداري للحديدة إلى ما قبل 2014 تماما. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ وديع أن ينضم معنا عبر الهاتف السيد عسكر زعيل عضو الوفد الحكومي في مشاورات السويد عبر الهاتف من أنقرة. مساء الخير سيادة العميد. مساء النور، يا مرحبا لك والأخوة المشاهدين. نعم، إذن كونك عضو في لجنة تبادل الأسرى والمختطفين عن الوفد الحكومي سيادة العميد، ما الذي تحقق في ملف المختطفين؟ إلى هذه اللحظة من المفترض أن يكون يوم غد 8 يناير 2019 هو تسليم الكشوفات النهائية التي تم تحقيقها أو تم تدقيقها على أساس على ضوء هذه الكشوفات، سيتم إن شاء الله بعد أسبوع أو 10 أيام تبادل الأسرى أو الدفعة على حسب الكشوفات، أقصد يعني على أساس أنه الشرعية سوف تقوم بتجهيز الأسرى التي لديها في سيئون والحوثيين سوف يقومون بتجهيز المعتقلين أو المختطفين في صنعاء ليتم التبادل وفقا للكشوفات النهائية.
نعم، إذا كما قلت غدا من المفترض تبادل هذه القوائم الفعلية، ولكن هناك تصريحات متبادلة حول أن كل فريق ضخم الأعداد وبالغ فيها، يعني وجدنا تسريبات من الحوثيين أو يعني أحاديث تتحدث عن تناقص العدد الذي لديها حتى وصل إلى المئات. هذا نعم، هذا بالفعل يعني هذا من المعروف أن دائما الحوثيين هم هكذا يعني يتناقضون في أقوالهم وأفعالهم غالبا، إلا أني أريد أن أقول أن هنالك نوع من يعني أستطيع أن أقول من الإجراءات الجدية حتى هذه اللحظة، وإن كانت الأعداد متناقصة لكنها بحكم أن اللجنة مستمرة وليس عملها مقتصر على وقت محدد ستستمر ما بعد هذا. ما هي هذه الإجراءات؟ أقول أن الكشوفات التي تم تبادلها سابقا وتمت الإفادة من لدينا ومن لديهم، هم طبعا جاءوا بثمانية آلاف وتقريبا وأربعمائة وستة وسبعين أو خمسمائة وأربعة وسبعين عفوا وسبعة آلاف عفوا سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وسبعين، ونحن أيضا قدمنا كشوفات بثمانية آلاف وخمسمائة وستة وسبعين أيضا. هذه الكشوفات طبعا مع الأخذ والرد تم تصحيحها وتنقيحها حتى وصلت كما تفضلت يعني إلى المئات، يعني ربما أن العدد الذي وصل من لديهم يعني لا يتجاوز 300، وكذلك أيضا العدد من لدينا حتى هذه اللحظة. هي إجراءات أنا أقول أن تتم على أساس يعني تبادل ولو الموجودين بحسب الكشوفات. الإجراءات التي سوف تكون ما بعد هذه الكشوفات أو ما بعد إطلاق الدفعة الأولى سواء كان من الشرعية أو سواء كان من الحوثيين، الإجراءات التي ستتم بعدها أنه سيتم حصر من في السجون سواء كانوا من لدينا أو من لديهم الذين لم يردوا في الكشوفات، وسيتم أيضا عرضها بين يعني من لدينا ومن لديهم على أساس أيضا تنقيحها، وربما تكون النقطة الذي أو الإجراء الذي يليه هو إطلاق من تبقى في السجون أيا كانوا سواء كانوا وردوا في الكشوفات التي وردت إلينا الآن أو لو أو لم يردوا يعني. نعم، لكن يعني سيادة العميد ربما أنتم تتعاملون بمصداقية في هذه النقطة وتريدون فعلا الإفراج عن من لديكم، لكن بالمقابل نحن نعلم مدى المراوغة التي يتسم بها الحوثي في هذه المسألة. هل ستقبلون بأن يتم نكران أعداد أنتم على ثقة بأنهم موجودين، أو أنكم سترتضون بهذا الحل مؤقتا وتعودون بفتح الملف من جديد، خاصة كما تفضلت أن المسألة غير يعني ملزمة بتزمين معين؟ مثل ما تفضلتي نحن نتعامل نعم بمسؤولية، هذه المسؤولية تحتم علينا نحن كدولة وكمسؤولين عن المواطنين بشكل عام سواء كانوا الحوثيين أو غير الحوثيين، فهم مواطنين لدى الدولة أساسا يعني، ولذلك نحن نتعامل بكل مصداقية، ويهمنا أيضا أولا كجانب يعني أنها مسؤوليتنا، والجانب الآخر أيضا كجانب إنساني. بالنسبة للحوثيين يعني مثل ما تفضلت أيضا هم يعني يلجأون إلى المراوغة ما بين حين وآخر لأنه متمرد ومنقلب ليس له هدف وليس له مبدأ أقصد يطبقه إلا ما يريد أن يحقق من خلال أهدافه من خلال هذه الإجراءات والمراوغات. مع هذا نحن أيضا سنمضي قدما ويعني سنواصل المشوار في هذا الاتجاه لإطلاق المساجين أيا كانوا حتى ولو كانوا 50 أو 100 أو 200 أو 1000، سنواصل المسيرة حتى يعني ولو أطلق يعني عدد يعني أيا كان هذا العدد لا يهمنا. أو يعني هل تتوقع فعلا أن تتم صفقة تبادل الأسرى بجدية؟ نحن حتى هذه اللحظة نرى أن الإجراءات تسير بجدية من ناحيتنا طبعا، ونرى ايضا ان هنالك ايضا نوع من الاجراءات التي قاموا بها تدل على ان هناك ربما انهم يعني تحت الضغوطات الدوليه وضغوطات الامم المتحده والضغوطات الانسانيه بالافراج عن المعتقلين والمختطفين لديهم، وبالذات الصحفيين وغيرهم من السياسيين وايضا من تم اختطافهم من بيوتهم ومن منازلهم. نحن سنتعامل مع هذا الاجراء كما قلت لك، وسنواصل وايضا سنطالب الامم المتحده وسنطالب المبعوث بالضغط اكثر حتى يتم اطلاق يعني اكثر او اكبر عدد ممكن أن نستطيع أن نصل إليه، ثم نواصل أيضا في هذه اللجنة على أساس استمرار إطلاق ما تبقى من الأسرى. هنالك أسرى أيضا يعني هم أفادوا في كشوفتهم أنهم غير موجودين أو أنهم يعني أقصد مجهولين، بينما نحن متأكدين أن هنالك يعني أسرى موجودين وبوثائق وبأدلة ومن أيضا ممن أظهروهم هم على يعني على قنواتهم وعلى يعني وسائلهم الإعلامية. نحن أيضا سنقدم هذه الإجراءات، أيضا سنطرحها على الأمم المتحدة وعلى الصليب الأحمر وعلى كل من لديه القدرة أن يضغط معنا في هذا الاتجاه وعلى الدول الخمس الراعية
ويعني سنحاول بكل ما نستطيع بجهد أن يعني نحدث تقدم ونحرز اختراق في هذا الملف. إذن بشأن ملف الحديدة سيادة العميد، لما تم تعثر انسحاب الحوثيين حتى اللحظة من الميناء ومن المدينة؟ يعني هل هناك فعلا تراجع من الانسحاب من الحديدة كما هو واضح؟ طبعا أختي العزيزة، الميليشيات ما زالت حتى هذه اللحظة ترتكب خروقات مستمرة في محافظة الحديدة، بلغت حتى هذه اللحظة يعني 374 خرقا. أسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 31 شخصا وإصابة 256 أيضا آخرين. هذا العدد الكبير من الخروقات أيضا من قبل الحوثيين يدل دلالة واضحة على أن لديهم يعني تراجع في موضوع الاتفاق. ايضا لم تكتفي الميليشيات الحوثيه بعرقله التنفيذ ايضا يعني هذا فقط، كونها لم تنسحب من الميناء، كون يوم غد اللي هو يوم الثامن من المفترض انها اخر يعني اخر يوم لانسحابهم من الموانئ. الموانئ هو شرط اساسي ان ينسحبوا من ميناء الحديده والصليب وراس عيسى كخطوه اجرائيه اولى قبل ان ينطلق او قبل ان تاتي الاجراءات الاخرى اللي هي اجراءات الاتفاق في بقية الانسحاب من المدينة وإعادة الانتشار إلى خارج المدينة شمالا حسب ما هو المتفق عليه أو الوارد فيه. كذلك أيضا هي تتعذر أن يعني موضوع السلطة المحلية أو السلطة المحلية، هي تريد أن تبقى السلطات الحالية الموجودة في الحديدة، تريد أن يبقى من ألبسوهم لباس الدولة يعني يكونوا في الحديدة ويكونوا في الميناء في مسرحية هزلية هذه معروفة لديهم. يعني ونحن يعني حتى هذه اللحظة نرى أن هنالك عراقيل موجودة، العراقيل هذه برزت أمام المتحدة، برزت أمام باتريك كامرت، برزت أمام يعني كل يعني الوسائل، كانت سواء كانت وسائل الإعلام الخارجية أو المحلية، برز كل ما هو موجود. الآن يسعون إلى الخندقة في وسط الحديدة، يسعون إلى يعني زرع الألغام، يسعون إلى تحشيد أيضا قواتهم أيضا باتجاه الحديدة وبوسط المدينة بالذات. هذه كلها دلائل واضحة تشير أنهم ليس لهم يعني نية في تنفيذ الاتفاق. اليوم مارتن جريفيث أيضا يتحرك من صنعاء ويصل إلى الرياض محاولا أن ينهض بهذا الاتفاق على أساس أن يأتي بجولة قادمة ربما لمشاورات قادمة، لكن ما نراه نحن الآن على أرض الواقع أن هنالك تلكؤ وتعثر من الحوثيين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك سيادة العميد عسكر زعيل، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. إذن عودة إليك أستاذ وديع، بخصوص ما تحدث عنها العميد عسكر باستمرار الخروقات التي يعني أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين كل وقت وآخر، ماذا عن استمرار الاشتباكات؟ هل وضعتنا في صورة ما يحدث؟ الحقيقة الاشتباكات لم تتوقف في يوم ما، حتى مع وجود جريفيث في زيارته الأخيرة للحديدة وهي الوحيدة حتى الآن، وحتى مع وجود أيضا كامرت لا تزال الاشتباكات مستمرة. الحوثيون لم يسبق أن حشدوا المدافع ومنصات الصواريخ في المناطق المحاذية للمواجهات شرقا وجنوبا من مدينة الحديدة كما فعلوا أثناء تواجد كامرت. أيضا الحوثيين لم يتوقفوا أيضا عن هجومات اليومية على المدنيين في مدينة التحيتة وفي مدينة حيس، ألغامهم لا تزال تفتك بالعابرين وبالمسافرين وبالصيادين الذاهبين إلى مقر عملهم وإلى البحر يوميا. هناك أيضا حالة هجومات والتفافات عسكرية في منطقة الجبلية والمناطق أيضا الواقعة على الشريط الساحلي ممتد بين الخوخة والدريهمي كذلك. الحوثيون لا تزال انتهاكاتهم العسكرية مستمرة بشكل دائم، ولكن الشرعية ضعيفة للأسف في مسألة عكس هذه يعني الانتهاكات، فقط يتم رصد الانتهاكات هذه رقما، بينما يفترض بأن تقدم فيديوهات، لأن هناك فيديوهات مؤلمة ومؤسفة مبكية والله، حينما تشاهدين يعني امرأة عابرة إلى الطريق تقنص وتموت أمام زوجها الذي لا يملك وتنزف لساعات، ثم يعني يسعفها إلى مستشفى حيس الذي لا توجد فيه حتى أبسط الأدوات وتموت أمام زوجها كذلك. هناك كذلك من تنفجر به الألغام وهو ذاهب على يعني دراجته النارية، ذهب إلى الساحل ليدخل البحر ليعود بالفتات لإخوانه وأولاده كذلك. هناك أيضا القذائف التي يعني تنزل لا تزال على رؤوس المدنيين في مدينة حيس وفي التحيتة. المآسي مستمرة والانتهاكات مستمرة والشرعية للأسف مستمرة في ضعفها، هذا الذي يجعلنا نأسف للأسف أن تكون هذه الشرعية البائسة تمثلنا في مثل هذا التوقيت التاريخي المهم الذي كنا نحتاج فيه إلى قيادة يعني ذات حزم وقوة يعني تحافظ لنا على الأقل سلامتنا، إن لم على الأقل تستطيع أن تحافظ يعني على المدن.
للأسف هناك حالة ترهل في الشرعية وحالة انفلات يعني في القرار، يعني العمالقة يعني قرارهم مرتبط بالإمارات، ميليشيا الإمارات في عدن قرارهم أيضا مرتبط بالإمارات، الجيش الوطني كذلك يعني زي الجزر مقسمين أيضا بين المنطقة الثالثة والسادسة والخامسة. ليس هناك من قرارات يعني من إدارة جامعة نستطيع أن نتكل عليها ونستطيع أن نثق فيها أيضا بأنها يمكن أن تذهب بنا إلى 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 إلى, إلى, إلى الأمام، بحيث أننا نكون الطرف الأقوى في هذه. للأسف اليوم أخطاء الشرعية وأخطاء التحالف خصوصا اللاأخلاقية توفر مادة مؤسفة يعني وطريفة لدى الإعلام الحوثي ليعيرنا بها. أصبح الحوثيين اليوم في يعني حتى في الجلسات الرسمية للمباحثات يعيرون المباحثين باسم الحكومة أيضا بأن يخلصوا موانئهم، بأن يخلصوا كرامتهم، بأن يحققوا على الأقل أو يخرجوا حتى يعني معتقليهم. يعني في الوقت الذي كان فيه اليمنيون يتباحثون في ستوكهولم حول المعتقلين داخل سجون الحوثيين أيضا، كنا نتساءل أيضا ما الذي نحتاجه أيضا لنتشاور أو نتباحث حول إطلاق السجناء أيضا في سجون الإمارات كذلك. للأسف التحالف يعني الشرعية بشكل عام بحاجة إلى أن تعيد صياغة علاقتها مع الإمارات ومع يعني مع التحالف بشكل عام. نعم هذا ربما تحدثنا عنه قبل أيام في إحدى حلقات المساء اليمني، ولكن يعني أيضا كيف تجد موقف الحكومة بشأن عدم تطبيق الميليشيا للاتفاقات منذ أول وهلة؟ نجد يعني لم يكن هناك موقف حازم خاصة في مسألة تسليم الميناء، مسألة حتى الأسرى، أشياء كثيرة. تقصدي من قبل التحالف أو من قبل الحكومة نفسها؟ يعني لم تتخذ إجراءات معينة، لم تصدر بيانات، يعني كان موقفها ضعيف مقارنة بكل الخروقات التي تتم من قبل ميليشيا الحوثي. يعني الشرعية بشكل عام أعتقد بأنها يعني ليست عاجزة لكنها تفتقد الإدارة الجيدة لإدارة هذه الأزمة، يعني مع أنها تمتلك كل كافة الأدوات التي ممكن أن تصعد الأمور على المستوى الدولي، على المستوى القانوني، على المستوى الأممي. هناك أكثر من خط يمكن أن تعمل بشكل أفقي، يعني على مستوى مجلس حقوق الإنسان، على مستوى مجلس الأمن، على مستوى المندوب الدائم في الأمم المتحدة، على مستوى التحرك الدبلوماسي أيضا لإقناع الناس والرأي العام العالمي أيضا حول ما يجري في اليمن، أن هذه الكوارث التي تجري في اليمن هي أصلا نتيجة للانقلاب الذي جره علي عبد الله صالح وتحالفه مع الحوثي، أن الانتهاكات التي لا تزال مستمرة أيضا، لا تزال هناك منظمات أممية تعتمد على يعني على تقارير وهمية وتقارير أيضا مرفوعة من عملاء مدسوسين داخل هذه المنظمات الدولية تقدم خدمات مجانية أو مدفوعة الأجر كذلك للميليشيا الانقلابية. وكذلك للأسف هناك دلال دولي يقدم لهذه الميليشيا التي هل يعني تتوقع أن يستمر مع كل يعني ما أصبح ظاهر للأمم المتحدة من مراوغة من قبل ميليشيا الحوثية؟ هل تتوقع أن يستمر هذا الدلال؟ أعتقد بأن الموقف بحاجة إلى شيء من الحزم العسكري من قبل التحالف بشكل خاص. يعني التحالف اليوم هو الذي يصادر قرار الشرعية اليمنية، التحالف هو الذي يتحكم بكل صغيرة وكبيرة على مستوى القرار في اليمن بشكل عام، في الداخل اليمني وحتى على مستوى القرار الدبلوماسي. وقد وجدنا الانسياق من قبل الدبلوماسية اليمنية في أكثر من موقف أيضا، فقط لأنه إرضاء للتحالف. التحالف اليوم بحاجة إلى أن يضغط شيئا فشيئا. أنا أستطيع أن أؤكد بأن المرابطين على أبواب الحديدة جنوبا وشرقا والمرابطين اليوم في يعني على تخوم جامعة الحديدة قادرين على أن يحسموا المعركة خلال أيام قليلة، خلال أسبوع أعتقد أستطيع أن أقول أيضا داخل مدينة الحديدة. فقط إذا جدت النية وصدقت النية من قبل التحالف وأراد أن يحسم هذه المعركة. لكن كان واضح أيضا بأن قرار توقيف معركة الحديدة كان قرارا أكبر من الشرعية، أكبر من التحالف. الإمارات يعني لعلها كانت قد أعطيت الفرصة الكافية أيضا لتحرر مدينة الحديدة أو تخلصها من يعني من سيطرة الميليشيا، لكن للأسف أكثر من ثلاث مرات يعلن مسؤولية العسكريين التوقيف الأحمق والغبي غير المدروس والارتجالي أيضا، الذي انعكس أيضا إنسانيا على الحالة الإنسانية في اليمن في يعني في الحديدة بشكل عام. اليوم المجتمع الدولي وكاميرت وغريفيث والشرعية كذلك أصبحوا مركزين على الحديدة المدينة والميناء، بينما الحديدة دائما ما نتحدث نحن بأن الحديدة هي 26 مديرية، أكثر من 4 ملايين نسمة. لا تزال حتى الآن، وأستطيع أن أجزم في هذه المعلومة أيضا، ليست هناك مديرية واحدة من محافظة الحديدة
محررة بالكامل. الخوخة التي نفاخر بها بأن أول منطقة حررت حتى الآن لا تزال بعض القرى الجنوبية المتاخمة لمدينة حيس وأهمها قرية الدنين التي يوجد فيها المشروع المياه الوحيد الذي يغذي 30,000 نسمة في مدينة حيس حتى الآن لم تخلص. نعم. إذا اسمح لنا أن تنضم معنا أيضا الأستاذة أمة السلام الحاجة رئيسة رابطة أمهات المختطفين عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذة أمة السلام. مساء النور، حياك الله. أهلا بك، وأود أن أستمع منك، ما هو جديد يعني الجديد في ملف الإفراج عن المختطفين كمتابعتكم أنتم في الرابطة؟ حياك الله، أشكرك وأشكر قناتكم على المتابعة هذه والاستضافة، وأشكر أيضا ضيفك وجميع المستمعين والمشاهدين. آخر التطورات هي التغريدة الذي عملها هيج على أساس أنه كان المفروض أنه 8 يناير يكون الرد على الكشوفات، وأنها هناك ستبدأ الانفراجة من يوم 8 يناير. اليوم يعمل تغريدة أنها ستتأخر لأنه نظرا للكشوفات ونظرا لا و و و كما ذكر في تغريدته. القضية يعني تتحول إلى قضية سياسية ومناكفات سياسية وغيرها، ونحن كرابطة نحمل الجميع مسؤولية التلاعب بهذا الملف الإنساني الخطير جدا والمهم جدا، لأنه الأهالي الآن والنساء الآن والأمهات الآن منتظرات ومتابعات، والعداد يتناقص، بحيث أنه احنا أمام أنه هناك استحقاق وأنه هناك اتفاق في المشاورات التي حصلت في السويد، وعلى أساس أنها ستنفذ هذه برعاية أممية، وإذا بهم يهتموا بقضية الحديدة وميناء الحديدة فقط أو يتجاهلوا هذا الملف الإنساني الذي الناس يعانوا لهم. وهذا ما تم ملاحظته أستاذ أمة السلام. نعم، هذا ما تم ملاحظته ربما منذ البداية حين ظل الحديث عن ملف الحديدة متصدر عن ملف الأسرى، وربما ناقشنا هذه النقطة سابقا، ولكن يعني عرفنا أنكم حاولتم اللقاء بالمبعوث الأممي ولكن فشلتم في ذلك، لماذا؟ فشلنا في ذلك أو ما زلنا نتابع هذه القضية. تم الرد علينا بكلام من أنتم حتى، لأنه خلاص القضية هذه ماسكها هيج وهو من أول اللجنة التي فيها وهم بيتابعوا هذه القضية، فمن أنتم؟ المنظمات أغلقت على المقابلة للمبعوث، وخلاص في يعني مجموعة من هنا ومجموعة من هنا تتشاور في هذا المجال. لكن احنا طرحنا للذي رد علينا هكذا أننا نمثل 3,000 مختطف في السجون في سجون الحوثي، ويعانوا الأمرين ومعانا توكيلات رسمية منهم أنهم يمثلون أو يثقوا فينا أن نمثلهم في المحافل الدولية وغيرها، ونحمل قضيتين. هذه النقطة التي طرحتها على الذي رد علينا من مكتب المبعوث، وأنه من أنتم حتى لماذا لا تتكلموا مثلا على المختطفين عموما عند الحوثي وعند غيره؟ فطرحنا عليهم أنه هؤلاء اللي عند المختطفين أو الأسرى أو ما شابه ذلك من الحوثيين معهم من يتكلم باسمهم، أما مختطفينا لا أحد يتكلم باسمهم. إذا كان هيج يقول أنه في لجنة الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسرا، ويترك قضية المختطفين المدنيين، نحن نتابع بعد أبنائنا المختطفين المدنيين الذي ليس لهم نعم. من يتابع بعدهم. نعم، هذه نقطة مهمة أستاذة أمة السلام، ولكن ما هو تعليقكم أيضا على تعليق الحوثيين على الأرقام التي أو الكشوفات التي قد تقدمت بها الحكومة، والذي يعني حاولوا غربلتها وظهروا فقط بالمئات، يعني تم الحديث عن مجموعة غير موجودة ومجموعة توفيت أو أسماء مكررة، وأيضا تم الحديث عن أسماء متهمين كقاعدة وإلى غيره، ونعلم جميعا أن هذه التهمة
الأسهل بالنسبة للميليشيا الحوثي بإلصاقها لمن يشاء؟ كيف يمكن التعامل مع هذه الغربلة الحوثية؟ نحن كرابطة أيضا غربلنا الكشوفات وأثبتنا بالإسم أين كل مختطف في أي سجن من هذا الذي أنكروهم، ومعنا أيضا إثباتات من النيابة العامة ومن المحاكم التي عرضوا عليها المختطفين بالمحاكمات الكيدية، وموجودة وموثقة، وطرحنا ردينا عن كل واحد ما أين موجود في سجن ماذا. الأمهات والأسر يعرفوا أين أبنائهم. الحوثيون يكذبون، الحوثيون يكذبون في هذه الملفات كثير. يا عزيزتي إيش بيقولوا؟ بيقولوا عندنا هم هؤلاء، ما بينكروا، بيتلاعبوا بهذا الملف، والعالم بيسمعهم والأمم المتحدة تصدق هذا الأشياء التي لمن تقدمتم بهذه الوثائق أستاذة أمة السلام؟ لمن تقدمتم بها؟ هل سلمتوها للحكومة أم للأمم المتحدة أم لمن بالضبط؟ احنا بنسلم كل الذي موجود معنا لهيج الذي هو مكلف من اللجنة، والذي قدرنا نتواصل معه من هذه اللجنة، لأنه كما قلت لك يا عزيزتي حصل صد بيننا وبين الأمم المتحدة، أو المبعوث لا يقبل إلا من هيج واللجنة التي هو فيها، فأرسلنا كل الوثائق التي معنا إلى الأستاذ هيج بحيث أنه يقدمها ويعرضها على الأمم المتحدة في إثباتات أن هؤلاء المختطفين موجودين في السجون ويعانون الأمرين، وأنتم تسمعوا الأخبار يوم بعد يوم أن المختطفين يقتلوا، وإذا خرج من السجن يخرج ويموت، وحالات القتل 3-4 حالات في خلال هذا الأسبوع الذي يموت، 3 ماتوا خارج السجن، 3 في السجن و3 خارج السجن، 6 أشخاص في أسبوع واحد، يعني أعداد مهولة. والعالم ساكت، والأمم المتحدة حتى ما عملوش ضمانات لإطلاق المختطفين، وأنهم إذا أطلقوا هل ما بيعتقلوهمش مرة ثانية ويختطفوهم مرة ثانية إذا سافروا أو تحركوا. هذه قضية شائكة وقضية إنسانية لم يعالجوها ولم يطرحوا هذه الأمور كلها في الملف، ولذلك الملف أعتقد أنه معرقل بهذه الطريقة، لأنه ما فيش وضوح من البداية في هذه القضية. كما في بقية القضايا للأسف. ماذا عن المخفيين قسرا؟ هل لديكم أي معلومات عنهم؟ هل لديكم أسماء تتحدثون يعني عنهم؟ ما زالوا مخفيين، وما زالت الأعداد اللي أكثر من 180 شخص مخفي الذي نحن وثقنا حالاتهم، وفي الأخير إلى الآن لم ترد حتى الكشوفات، لم يرد الحوثيين أنهم موجودين عندهم أو غيرهم أيضا مخفيين، ولم أنكروهم من مرة، أنكروا أنهم موجودين، والدليل على ذلك أنهم أمام الشخصيات الكبيرة التي نص عليها القرار 2016 على أساس أنه 2016 أن محمد قحطان ورجب، هؤلاء لم يذكروا أمامهم أو يعملوا أمامهم ملاحظات هل هم موجودين هم مش موجودين، خلوها فاضية، وكثير من المخفيين خلوا أمام أسماءهم فاضية، لم يردوا هل هم موجودين أو غير موجودين. هذا التلاعب الذي بيحصل من قبل جماعة الحوثي هذه التي لا تلتزم بمواثيق ولا تلتزم بأي شيء وقوانين، إنما هي عصابة تأخذ الناس من البيوت وتنتهك حقوقهم وحرياتهم. إذا كان الله في عونكن أستاذة أمة السلام الحاج، أنت وجميع الأمهات التي بانتظار الإفراج عن أبنائهن. شكرا جزيلا لك رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ وديع. هذا الملف أستاذ وديع ربما اتضح لكثير من المتابعين أنه كان مجرد تهدئة عامة للناس، والملف الحقيقي الذي أريد له هو إيقاف الحرب في الحديدة فعليا وتسليمها بهذا الشكل. يعني أمهات المختطفين يجدوا أن لا اهتمام أبدا بملف الأسرى، وجدنا كثير من التلاعب. كيف تعلق؟
حقيقة قلوبنا مع أمهات المختطفين، ولدينا مختطفين سابقين ومختطفين حاليا أيضا من بين المختطفين والذين ننتظر أيضا الإفراج عنهم. خيبة أمل كبيرة تسري في أمهات المختطفين، نظرا لأنهم كانوا قد أعلنوا عن عداد يومي يتابعون فيه، يعني سير الأيام إلى يوم 20 يناير الذي يفترض أن يقفل فيه ملف التبادل بشكل إنساني. ديباجات المشاورات كانت تنص بأن يعني هذا الملف إنساني بحت، ليس لا يمكن ربطه بأي حسابات سياسية. للأسف اتضح فيما بعد أيضا بأن كل الأطراف أيضا بما فيها المجتمع الدولي كذلك كان يزايد ويناور بهذا الملف الإنساني الذي كان يريد كما تفضلت أيضا أن يمرر اتفاق الحديدة وأن يشرعن بقاء الميليشيا الحوثية فيها. أمهات المختطفين أعتقد بأنهم يقدم نموذج راقي جدا في مسألة الكفاح السلمي من أجل الحقوق ويعني والكفاح يعني ونصرة حقوق الإنسان والمتابعة رغم الانتهاكات والتهديدات والاعتداءات التي تطالهم سواء في عدن أو في صنعاء أو في المحويت أو في كل مكان. للأسف يعني أتمنى بأن الشرعية أيضا تضغط في هذا الجانب أيضا، لأنه حتى حسب التغريدة اليوم التي كانت نشرت اليوم على صفحة الأستاذ هادي هيج وهو المختص في مسألة ملاحق يعني متابعة المختطفين والمخفيين، يقول بأنه كان يفترض بأن يكون اليوم الموعود غدا أو اليوم تقريبا على أساس أنه استلام بقية كل الملاحظات من قبل الحوثيين ومن قبل الشرعية. الحوثيين حتى اليوم لا يزالوا يماطلون ولا يزالون حتى الآن يعني لم يقدموا إجابة أو تفسير حول إخفاء 232، لم يقدموا يعني أي إجابة حول هذه الأسئلة، بالرغم أن كما تفضلت الأستاذة أيضا أمة السلام بأنهم تم موافاة الأستاذ هادي كممثل رسمي عبر الشرعية أيضا بكشف باسم كل معتقل وأين يتواجد وفقا لمتابعاتهم الخاصة. نعم، وتحقيقة يزورون أهاليهم وذويهم أيضا. للأسف أتمنى أيضا بأن يعني وزارة حقوق الإنسان بأن تبرز أيضا كلاعب أساسي ومؤثر أيضا في هذا الجانب، أيضا لأن تلقي بالمهمة كلها على هذه اللجنة المحدودة وأن تنتظر أيضا قرارا من غريفيث، لأنه ما حكى جلدك غير ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. نعم، إذا أستاذ وديع بخصوص أنه قبل يومين يعني المبعوث الأممي التقى بعبد الملك الحوثي واليوم يلتقي بالوفد الحكومي في الرياض، ما الذي يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة في حال فشل اتفاق ستوكهولم وربما كل المؤشرات تؤدي إلى هذا الفشل؟ جريفيث بهذه الخطوات يريد أن يخطو إلى الأمام وأن يقفز على واقع الحال الذي هو أصلا لا يزال متعثر، أصلا ليس هناك من بادرة أمل تقول بأن الحوثيين يذهبون إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مشاورات ستوكهولم. يفترض بأن يعني المجتمع الدولي أن يلفت انتباه جريفيث أيضا بأن هناك ميليشيا لا تزال حتى اليوم يعني تتعند داخل مدينة الحديدة، حتى هذه الساعة لا تزال يعني الأنفاق تحفر والبيوت تقتحم، المسلحين ينزلون بملابس مدنية إلى مدينة الحديدة أيضا لتعزيز تواجد الحوثيين داخل مدينة الحديدة، لا يزال المختطفين أيضا من داخل مدينة الحديدة يختطفوا ويرحلوا إلى سجون صنعاء أيضا وكأنهم يريدون أن يعدوا أيضا لجولة مشاورات جديدة وتبادل. لا أعتقد أو لا أثق أيضا بأننا سنذهب فعلا إلى خطوة قادمة في مشاورات قادمة أو مباحثات قادمة. اليوم الحوثيون يقولون بأنها ستكون الأردن والشرعية والمجتمع الدولي يتوقعون بأن تكون الكويت، كما أيضا أعلنت السلطات الكويتية ترحيبها بذلك إبان يعني مشاورة السويد. اليوم لا أعتقد بأن خطوة ستتم في هذا يعني ستتم في هذا الاتجاه ما لم يتم فعلا يعني تنفيذ الخطوات التي يفترض بأن يعني تنفذ، على الأقل اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسريا. الحوثيون لا يزالون حتى اليوم يعني من 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 أطرف الأخبار والملاحظات التي قدمها يعني فريق الشرعية إلى الحوثيين بأنهم يطالبون يعني بأحد قتلاهم الذي يعني بثوا تقارير إخبارية ونزلوا بجنازة إلى منطقته أيضا، ويطالبون بميت قد انتهت جثته يعني اليوم حتى تحت التراب. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا الدكتور علي العبسي المحلل السياسي من ألمانيا عبر الهاتف. مساء الخير دكتور علي. مساء النور. إذن ثلاثة أسابيع ولم يحدث أي تقدم في أي من ملفات اتفاق السويد دكتور، هل يمكن السؤال يعني هل ما زال هذا الاتفاق قائم؟ أعتقد من الواضح يعني من البداية أن الاتفاق ولد ميتا، يعني لو كان أي مراقب محايد أي مراقب منطقي لطبيعة الصراع في اليمن وطبيعة سير الصراع كان سيدرك تماما أن الاتفاق ولد ميتا. يعني دعونا نعود إلى المفاوضات نفسها، تخيلي الطرف الذي رفض أن يفتح معابر إلى مدينة تعز، الطرف الذي رفض أن يفتح مطار صنعاء مقابل أن يتم تفتيش الطائرات في مطارات يمنية في عدن أو في سيئون، وهو كان قبل ذلك قد قبل تفتيش هذه الطائرة في مطار بيشة السعودي.
هذا الطرف كيف يمكن أن يصدق أي شخص أنه مستعد ينسحب مدينة الحديدة؟ لم يكن هناك توافق أبدا، كان غير منطقي. يعني الأطراف التي وقعت أعتقد أنها خدعت نفسها، الشرعية اليمنية خدعت نفسها، والأطراف الدولية كانت لديها أهداف أخرى غير إحلال السلام في اليمن. الاتفاق كان مجرد الاتفاق، وهناك أطراف دولية أو أطراف إقليمية كانت بحاجة إلى أن تقدم اتفاق للمجتمع الدولي لتخفيف الضغوط عنها. أما اتفاقه من البداية كان اتفاقا غير منطقيا، كان اتفاقا غير قابل للتطبيق. أولا من حجم الخبرة التي لدى الجميع من التعامل مع الحوثيين الذين خالفوا جميع اتفاقاتهم السابقة ونكثوا بها، وثاني من طبيعة الصراع نفسه. نحن أمام صراع عقائدي، نحن أمام صراع ليس صراعا سياسيا عاديا، ليس بين أطراف سياسية، وليس حتى بين أطراف قبلية. هناك صراع عقائدي، طرف يرى أنه له الحق الكامل بالحكم وبالحق إلهي، ولا يقبل أي نقاش في هذا الموضوع. هذه عقيدة ويتربى عليها كقادة ويتربى عليها كجنود، فكيف يمكن له أن نتوقع من هذا الطرف أن ينسحب مدينة مثل الحديدة؟ نعم، يعني وهذا ما هو واضح، أنهم لن يسلموا الحديدة ولا الميناء كما تقول كل تحركاتهم. إذا ما فائدة ما حدث في السويد؟ هل فعلا اشتبه عليهم الأمر ولذلك هم يصرون أن يتم تنفيذ ما فهموه، أم أنها لعبة منذ البداية؟ هي لعبة منذ البداية. يعني الحوثيون كانوا سيخسرون مدينة الحديدة، الحوثيون كانوا على وشك أن يتم إخراجهم من المدينة الحديدة. كانت مسألة أيام ربما أسابيع، يعني كانوا يتقهقرون، كانوا يعانون، حتى أن زعيمهم عبد الناصر الحوثي كان تقريبا صدح بذلك، وحتى كان قد أعد مريديه وعد المجتمع الذي يدعمه بأن هناك احتمالا لفقد الحديدة. هم وجدوا في الضغوط الدولية على المملكة العربية السعودية والضغوط الدولية التي مورست بعد حادثة جمال خاشقجي في مسألة الحرب في اليمن وضرورة إيقاف الحرب في اليمن، وجدوا أنها فرصة مناسبة ليناوروا، ولذلك هم لم يخسروا شيئا، بالعكس هم كسبوا أولا وقتا، هم الآن يتحصنون ويعزون تحصيناتهم في المدينة وحول المدينة، ويحشدون أيضا قوات، هم أيضا يماطرون في الوقت، هم يكسبون وقتا الآن، وأعتقد أنهم سيستمرون في المماطلة، وهم الآن يدعون أنهم نفذوا. يعني هذا من سخرية القدر، يعني أنهم الآن يطالبون بتنفيذ الاتفاق الذي يعني باعتبار أنهم نفذوا والطرف الآخر لم ينفذ. نحن أمام مناورة سياسية، الهدف منها كسب الوقت، استغلال الظروف الدولية، محاولة التسويف ومحاولة الاستمرار في التسويف قدر الإمكان إلى أن تأتي المعركة. المعركة قادمة لا محالة، قادمة. يعني برأيك لما لم تعلن الأمم المتحدة حتى الآن الطرف المعرقل للاتفاق، ويعني تضغط عليه دوليا أمام العالم وأمام أيضا الشعب اليمني؟ الأمم المتحدة يعني لو تابعنا جميع جهود الأمم المتحدة على مدى التاريخ لم تعلن يوما الأمم المتحدة إدارة أي طرف كانت تتوسط فيه. هم لديهم دائما مسألة أن عندما تعلن أن هناك طرف يعرقل الاتفاق، هذا يعني نهاية عملك كأمم متحدة، نهاية عملك والعودة إلى القتال. معنى ذلك أنك فشلت. عندما إذا أعلنت الأمم المتحدة أن الحوثيين هم المعرقلون، فإن ذلك يعني بطبيعة الحال أنهم فشلوا في تحقيق السلام، ومعنى ذلك أن يعود إلى الحرب، وهذا ما لن يقوموا به. أولا من ناحية هذا يعني أنهم فقدهم لوظائفهم، هذا أولا يعني بشكل شخصي فقدهم لوظائفهم، فقدهم للميزات التي يحصلون عليها. ثانيا هي اعتراف بفشل واعتراف بفشل الأمم المتحدة، وهذا غير مسموح به نهائيا. وثانيا هم نتيجة يعني ذلك العودة إلى الحرب، والأمم المتحدة لا أعتقد أنها ستكون مستعدة لتحمل مسؤولية إعادة الحرب مرة أخرى. إذا شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من ألمانيا. عودة أخيرة لك أستاذ وديع، وفي نصف دقيقة ما الذي يمكن أن تقوم به الحكومة في حال ما فشلت فعلا هذه الجهود وتم إعلان فشل اتفاق ستوكهولم؟ الحكومة والتحالف بشكل عام كجبهة واحدة أعتقد بأن لا حل أمامهم، ولا حل أيضا إنساني لإنهاء المعاناة داخل الحديدة وداخل كل اليمن إلا بالحسم العسكري، لأن هذه الميليشيا ليس من أدبياتها السلام، وليس من أدبياتها أيضا التعايش. دعيني في هذه العقالة أيضا بأن ألفت النظر بأن هناك أيضا فشل إنساني للتحالف في مناطق جنوب الحديدة التي يقال عنها محررة. أيضا للأسف هناك يعني مئات الأسر منذ 4 أشهر 5 أشهر لم تحصل على سلة واحدة، وهناك قرى
الريفية حتى الآن لا يزال أبناؤها يعني عرضة للقنص وعرضة للقتل وعرضة للقذائف الحوثية، لم يصل إليها الإعلام ولم تذكرها حتى التقارير الإنسانية والحقوقية التي ترفع إلى 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 الجهات المعنية على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الرسمي. يعني لم يتحمل أي طرف مسؤوليته بشكل جاد، المسؤولية الإنسانية على الأقل. شكرا جزيلا لك وديع عطاء الكاتب الصحفي، كنت معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.